اللي تسمع فينا تقرر شنو ماذا بيك، اسكو ماذا بيك في وظيفة قارة لتضمن دخل شهري محدود، وإلا أنك تكون في تخدم لحسابك الخاص. شنية إيجابيات وشنية سلبيات العمل الحر، وشنية إيجابيات وسلبيات الوظيفة، موضوع بطبيعة نحكيو فيه معكم توما 72-328-500. حاولنا نحكيو مع عدد من المواطنين في الشارع التونسي، هيت نسمعوا رأيهم في الموضوع ونرجعوا نكملوا حديثنا في أغوغا على غاجو مادة. بالنسبه لي انا راه كونه معناتها عبد حر خير فاش في الماديات، معناتها يكون مستقل الخير، معناتها يلم روحه خير وتكون معناتها فيها الخير والبركه ويعمل على روحه خير، ملي معناتها شهريه محدوده معناتها وما يخلطش. واحد كي يبدا يخدم وحده معناتها حر نفسه خير، مش كيما تخدم في رزقك كيما تخدم في رزق الناس. وساعات فما عباد تقول لك انا مسمر في حيط شهريه قاره ومعناتها وتبدا اموري واضحه والكل وكل شهر مضمون. كي يعمل على روحه ويبدا معناتها عنده ما يقول في روحه ويجم معناتها يعمل بروجي وحده ويخدم على روحه والعمل على الله، معناتها يجم يصور الخير والبركة ويضمن روحه اجتماعيا ويعمل كل شيء معناتها كما يحبوه. في رزقي نبدأ حارسة ونبدأ نعمل المستحيل باش ندخل لو ماكسيموم. كي نبدأ نخدم عند شكون تبدأ شهريتي هيك مسمار في حيط 30 نهار نخلص عليهم مونطو معين، نخدم عندي وقت معين محصورة به نخدم ونكمل نروح على روحي وعندي سالير معين ناخذه كل شهر. هذه باهية، اما كي نخدم في رزقي اول حاجة حر نفسي، اللي عندي وقت يحكم فيه لا عندي حد شيء. بون ساعة الفوق وساعة اللوطة برشا عباد تفرح بيها راهو وتبدأ تحارب عليها باش توصل تاخذ بشهرية. إنسان معبود معناتها لك الشخص هذاك في وقته وفي كل شيء محدود في جيبه محدودة، عنده شهرية معناتها يلزم يقتصد ويلزم معناتها يقرأ حساب كل شيء. هاي ثم أرى عدد من المواطنين في الشارع التونسي بين اللي يفضل الوظيفة المسمار في حيط وبين اللي يفضل أنه يكون حر في العمل متاعه، لعنده وقت محدد اللي يدخل فيه اللي يخرج فيه وعنده زادة ممكن الراتب اللي إذا كان خدم حصله إذا كان ما خدمش ما يحصلوش. فما شكون اللي يحب يمشي للعمل الحر وفما شكون اللي يختار الوظيفة معناها بسالير محدد؟ شنية إيجابيات وسلبيات كل من الوظيفة والعمل الحر؟ موضوع نحكي فيه معكم انتم مع 72-328-500. أولى تليفوناتنا جينا مع تقي منزلة ميم. تقي مرحبا بك. ألو السلام عليكم أخت هدى، تحية لك وكامل فريق العمل معكم، بداية أسبوع موفق عليك إن شاء الله. يا عايشك تقي. يعطيك الصحة على موضوع اليوم فيما يخص معناتها العمل الحر والعمل معناتها القار. أي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم معناتها فارق في معناتها في التجارة معناتها في العمر في العمل الحر معناتها يعني الكل فهمتني يبارك فيه معناتها العمل الحر. على خاطر العمل الحر أخت هدى معناتها ما عندوش قيود وبركة راه، وأنا الوالد يا أخت هدى. أي. صدقيني معناتها ملي عمره ملي صغير من يحكي لنا من قبل حتى ما يرد وكذا كان يبيع ويشري يقبل يعني في الخضره هكا واحد وبشوي بشوي يعني عمل حانوت وكذا وصب على روحه طول معناتها ياخذ في التقاعد وكل شيء وخدم في العطريه معناتها يمكن يجي 40 سنه ولا اكثر فهمتي. كون منها يعني تصور يعني عمل منها الدار واحد وصدقيني اخت هدى ما صحقش والله العظيم يجوا الناس يتسلفوا ما عنده شهاده. تصور انت يا اخت هدى. الو اي نسمع فيك تفضل تقيل معك. معناتها يسلفوا ما عنده والله العظيم يعني حتى الفامينا متاعي معناتها يخدموا بشهياتهم قول انت يا ربي منزل البركه والله العظيم يا اخت هدى صدقيني والله يجوا معناتها فك الوقت هذاك تو يعني ما عندهاش برجه يعني 10 سنتين يجوا يتسلفوا ما عنده بال 500 وبالمليون وقتها وفهمتي وانا تو بصدد مشروع يا اخت هدى انا خاطر نخدم التوريزم والله ما حاله واحد ياخذ لكن بو شهرية مسمار في حيط اخت هدى راهو تموت فيها تحيا فيها صدقيني ساعة ساعة راهو ما تعديلكش حتى 12 يوم راهو تمشي معناتها للعطار للزلزال فهمتي تفرقها وتقعد انت معناتها مصروف جيبه كذا راهو فهمتي بينما معناتها العمل الخاص التجارة يعني صدقيني معناتها يعني بركة فهمتي ولا العظيم شنو الشيء ثم كلمة يقولها اخت هدى يقول لك امشي امشي حاسك بشناك حتى تجي صباط مش الانسان طبعا معناتها من الاول يلزم ساعة يخدم يبتدي فهمتي؟ اي طبعا معناتها شاب معناتها في صحته معناتها وعافيته وعلاش طبعا يقعد في القهوه ساعة ساعة والله يتحير يا اخت هدى باش يجي واحد كيما يقول يغرب لك شوية رمل ولا كذا وباش تعطيه راهو معناتها زرنطة محترمة يقول لك لا يلا روح فهمتي يعني ما عندوش وكذا وما يحبش معناتها يخدم يحب معناتها حاجة على قد لباسه بيه تقي تقي لهنا العمل الحر هذا ما عندوش سلبيات بطبيعة الحال عنده خطر بو عنده ملور كيما نقولوا ما عندوش تجربة خطر هي التجارة
تحب الصناعي حاجاك مش الغفاص مش اللي يجي مش حكيت يدخلها بقوة فلوس وكذا ومن بعد راهو حكاية فهمتي التجارة هي في حد ذاتها معناتها صنع حتى يعني بشوية مهن مش بالضرورة يبقى عندك برشا فلوس وتعرف كيفاش معناتها تديري جمهورك وتتعامل مع الناس بثقة وتقفلها راهي تعطيك فهمتني ومش حكاية قوة فلوس وبصح مشروع كبير وكذا من فهمتي شنو أخت وداي معناتها شوية صنع فهمتني فيها شوية صنع شوية حسن تصرف ما تحبش الحرام راه تحب معناتها تحب الشفاء تحب الطهارة التجارة بقدرة ربي معناتها تمشي مع على كل حال نشجع ونحن إنسان معناتها اللي قاص يعني برزق يعني في الحلال إن شاء الله ربي يسهل له آمين آمين يعطيك الصحة يعيشك تقي شكرا لك على مداخلتك معنا نحكيو اليوم على شنية إيجابيات وسلبيات كل من الوظيفة والعمل الحر هذا موضوع نحكيو فيه معكم أنتم مع 72-328-500 باش تتفاعلوا وتتواصلوا معنا في موضوعنا لليوم بطبيعة تليفوناتكم نستنوها على غاديو ميد على صون في نابل حامد صون كات في كابون غران تونيس 93.5 في الشمال وقيت نمشيو للموزيكا ورجعنا أنا وياك.